مساء الخير، انا اسمي بشمهندس محمود وهكون الانستراكتور بتاعكم خلال فتره الكورس. طيب، كبدايه احنا محتاجين نتعرف على التولز اللي احنا هنحتاجها او اللي احنا هنشتغل بيها خلال الكورس بتاع الرسم. طيب، بدايه نوع الورق اللي احنا هنستخدمه للووتر كلر هو ورق قطن او ورق 300 جرام. هتلاقوا لي الملمس بنفس الطريقه الاتيه دي كده. هنحتاج يكون موجود معانا كوبايات بلاستيك. نفس الوقت انواع الفرش، انا عن نفسي بستخدم 3 انواع فرش. بستخدم فرش فان جوخ مقاسات مختلفة، مقاس رقم 6 و4 ومقاس كبير اعتقد 8. طيب، وعندي بلندر ده موجود في المكتبات اسمه قلم فرشة، واخر حاجة هي فرشة شعر سنجاب رقم 3. فرشة شعر سنجاب هتلاقوها موجودة في المكتبات الكبيرة، او بالنسبة لنا في مصر هنلاقيها موجودة في المكتبات اللي حوالين فنون جميلة الزمالك. طيب، ممكن تكون برضو موجودة في أماكن تانية. طيب، نوع الألوان اللي أنا بستخدمها، أنا بستخدم علبة فان جوخ 24 لون الأكوريل. طبعا الألوان المائية ليها أكتر من نوع وأكتر من ماركة، في منها اللي بيكون زي الأكوريل كيوب صغيرة، وفي نفس الوقت في أنواع تانية بتكون موجودة في بوتل صغيرة أو أنابيب صغيرة، وفي نفس الوقت في باليتا بنبلند عليها. كل الكلام ده كله ضروري برضو يكون موجود معاكم قدر كبير من المناديل، عشان انتوا هتلاقوا ان احنا بنستخدمها كتير في تنظيف الفرشه من الوقت للتاني واحنا شغالين. طيب، بالنسبه للكورس كونتنت اللي احنا هنكون شغالين عليه، فدي مجموعه من البروجكتس اللي هتكون موجوده جوه الكورس. طيب، طبعا لايف تايم توتوريال، يعني ان احنا عندنا الرسم هيتم بطريقه كامله بالخطوات، مفيش سبيد اب الا في اماكن صغيره جدا. طبعا طبيعه صامته، رسم الحيوانات هنلاقي فيه البورتريه. طبعا في اكتر من نموذج في كل سيكشن، في رسم الحيوانات تاني، العناصر الطبيعيه زي الورد، بورتري تاني، حيوانات فيجرز، حيوانات برضو تاني. فاحنا هيكون عندنا مجموعه واسعه جدا من البروجكتس اللي احنا هنشتغل عليها اثناء الكورس ده. كل الصور اللي موجودة وغير اكتر برضو مشاريع تانية ليها علاقة بالاركتكتشر شوية، زي كراسي، شجر، عيون او غيره. ففي مجموعة واسعة جدا من المشاريع احنا هنكون شغالين عليها. هنبدأ الكورس طبعا بشابتر 1، هيكون بيتكلم عن الفاندمنتلز. بعد كده هنبدأ ان احنا نتقسم، بعد ما نفهم الاساسيات وكل البيزكس بتاعة الموضوع كله، هنبدا بعد كده بقى نخش في الشباتر المتقدمه. ضروري جدا واحنا شغالين يكون مزاجنا حلو جدا، شغالين في مكان هادي، مكان مرتب، بحيث ان انت حالتك النفسيه تكون كويسه. يفضل اثناء الكورس ان انت تشغل اغاني، تكون حاطط هاند فري، بحيث ان انت تكون اول باول خلال التطبيق متابع كل خطوه، في نفس الوقت مزاجك يكون في حاله مزاجيه كويسه عشان تقدر ان انت تطلع شغل كويس. اشوفكم في السكشن الجايه.